40 درجة يمكن فرق. كارلا حداد تهرب من طقس لبنان. يا حبيبي كم تو دبي. لا دبي كتير حلوة يعني. كم تو دبي حبيبي كم تو دبي، عم نسمع كتير هالسلوغان. لا عن جد العيش بدبي يعني كتير حلوة. ولهالسبب اختارت كارلا حداد دبي لتصور فيها فوتوشوت رافقها إيتي بالعربي بكواليسها، خاصة انه الطقس هالفترة مختلف تماما عن لبنان. 40 درجة يمكن فرق. لا لا عن جد بلبنان السنة كتير شتت، يعني كنا نقول انه الشتة خير، لا هالسنة كتير 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 وسقعة مش بوقتها، يعني حرارة عم تكون 10 وتلج على 400 متر هلأ بشهر 3 بآخره كمان. أنا أصلاً ما بحب السقعة، مبسوطة بدبي يعني لو ما عندي هلأ التزام وصور في ميل ببقى. ووجودها بدبي ما كان للتصوير الفوتوشوت إنما العكس، فهي عم تعلن من خلالها عن مشاريع جديدة. إنه كارلا إنه صرت بدبي ورح يكون في بروجيات هون، يعني جيت على دبي وإن شاء الله يكون في بروجيكت هلأ بدبي رح يصير موجودة بين لبنان ودبي كرمال كذا بروجي بنبقى بنحكي عنهم أكيد بوقتهم. وهل فايبس حرص فريق العمل إنه يوصلها من خلال كل التفاصيل، بداية مع الستايلست حكمة عبد الخالق اللي بيهتم بإطلالات كارلا معظم الأوقات. وصلنا لمطرح إنه خلص صرنا نفهم مع بعض، صرت أقدر أعطيها قصص تشبهها أكثر. واليوم بالفوتوشوت هيك منقيين ثلاث لوكيت، وبهيدي الفوتوشوت لأنه عم نعمل أول فوتوشوت لكارلا بدبي قلنا بدنا نروح على شيء شوي غير اللي بنعمله بالبروجرام وغير اللي بنعمله بالعادة. ولهيك شفناها بثري لوكس منوعة، بداية مع البلاك اند وايت دريس المميز بالريش عند الأكمام، ولكن الميك اب مع هالإطلالة كان مختلف. ما شاء الله كارلا وشها ما بده ميك اب، بشرتها ما شاء الله بتطير العقل، وهي شخص يعني شو ما عملت بيلبق لها. فأنا أول عملنا لوكين، أول لوك كان شوي آيلاينر غريب ركزنا عليه، وهي ما كتير بتروح على القصص الغريبة، فنحن حبينا نغير هيدا المرة. أما اللوك الثاني فكان ست باللون الأخضر مع ميك اب بسيط وشعر ويفي. هلا اسم الله هي عندها وجه بيلبق لها كل شيء، وقلت لك سبيشلي فيها الضب بتشيل عن وجهها لأنه عندها الجوي لاين بوجهها كتير بيلبق لها تشد وتبين هالشيء. بس اليوم رحنا أكتر شوي ناشرل لأنه هي آخر فترة كانت كتير عم تطلع بدب وبترفع، سو رحنا اليوم شوي أكتر ناشرل مع الأوتفيت تبع التياب واللوكيشن حسب وين كمان. بالأخضر كنا عم نروح شوي على فريش، يعني عم نعكس أكتر من سايد أوف ذا كاركتر أوف كارلا بدبي حتى باللوكيشن. وأكيد في عنا آخر لوك اللي هو حيكون فول وايت، حيكون بالصحراء، يعني ما فينا نجع دبي وما نصور بالصحراء. ولهاللوكيشن كان لازم إطلالة مميزة تعكس جمال الطبيعة بالصور، واعتمدنا نحن لوك صحراء اللي هو الصحراء وايت. الصحراء ما فينا نعتمد أكتر كتير ألوان، حبينا أكتر نعتمد الألوان الأبيض مع الصحراء والسما تكون أكتر زرقاء. عم نعمل شيء شوي أديتوريال إذا بديك، عم نروح على شيء أكيد مسكر بس بنفس الوقت أديتوريال فيه فوليوم. الدرس يعني جامع بين البيرلز ريش وفوليوم على الكتاف يلي هو دريس ضيق، وفوقه في الكيب اللي رح تكون حطته. سو كمان اتس نيو ستايل لكارلا لانه هول القصص هي اليوم ببروجرامها ما بتقدر تلبسهم، سو اتس بيور لاديتوريال للفوتوشوت عم نروحه. وبالفعل بهالفوتوشوت شفنا كارلا بطريقه جديده وبسيطه. كارلا معروفه بالسيجنتشر اللي هو الاكسسوارز، اجمالا بتحط بكل اصبع خاتم وهيدي معروفه فيها، بتحط بيج ايرينجز. بهيدي الفوتوشوت قررنا انه كل شيء كارلا بتعمله ما حنعمله اليوم. حلو الاكسس اكسسوار والجولر كتير حلوين، بس انه حكمة الستايلست اختار انه نروح سيمبل اكتر، يعني نعتمد بس على التياب على الميك اب والشعر وعلى الشوز، يعني هيدا تاتش تبع حكمة يعني. وتكوين كارلا بيساعدوا المصور كتير. كارلا جميلة جمال اكتر يوروب ستايل، يعني الستايل اللي عندها ايه اكتر بميل للاجنبي. هذا الشيء اللي بيعجبني فيها الشعر الموجود عندها، شرحة عيونها حلوة كتير للتصوير، انا بركز كتير على عيونها لانه عيونها اللون اللي بتعجب هيك الكاميرا، وبالأخص إذا كنا outdoor.